والجذب النوري، نعم. وغير كده انه مدينه الجمال والجذب النوري يمكن برضه في الجهه الشماليه. المناطق الان في السودان حاليا يعني تضررت بصوره صحيح، او حتى غيرها، الأماكن لكن احنا السياحية بنحاول ننقل اليوم. الصوره السابقه المميزه والجميله باعتبار ما سيكون، باعتبار انه كل الاشياء هي إحدى هتعدي، كل المناطق الايام دي هتعدي ان شاء الله، وهتكون وهيرجع السودان احسن من اول بإذن باذن الله الله. بس تعالى. في إشارة قبل الكنترول إنه الآن في مناطق التراثية اللي هي في الشمالية أو كذا محيطة من أو وين؟ مهددة بالأيضا انفجار الفيضان. نأمل أيضا من اليونسكو، منظمة التراث أيضا، إنه تولي اهتمام العالمي. كثير جدا لهذه الآثار الكبيرة اللي شكلت حضارة السودان. متابعة التقرير ده من نوري، ومن ثم نعود لمواصلة ما تبقى من صباح الشروق في الساعة الأولى. مدينة نوري هي إحدى مناطق الجمال والجذب لدى سكان محلية مروي وسكان الولايات الشمالية بصورة عامة. تتخذ المدينة من النيل عباءة للفخر والاعتزاز، تتمتع بطبيعة هادئة تحفها بساتين المانجو والنخيل من كل الجوانب. عرف إنسانها الحضارة بطبيعة الحال الذي يستند على تاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم. عرفت المدينة التعليم منذ قديم الزمان، فكان أن خرجت العديد من الرواد في هذا المجال في كافة التخصصات وروب المعرفة. الحركة التعليمية بالمدينة لها من القصص ما يجعل من شاهديها يرسمون منها لوحة للذكرى والتأمل في سنين الشباب والعنفوان. إنسان المدينة مزارع بالفطرة، خبر الزراعة وأصبح بها من العارفين بخباياها. بها مشروع نور الزراعي، والذي يعتبر من أعرق المشاريع الزراعية بالولاية بإنتاجه أكبر الكميات من المانجو وبأصناف جيدة تسهم في صادرات الولاية البستانية والزراعية بصورة عامة. ابتكر مزارعو نوري تجربة الأندية الزراعية، فأسسوا نادي نوري الزراعي عرفانا بدور الثقافة والفنون وربطها بمهنة الزراعة، ليكون إنسان نوري مزارعا ومثقفا ملما بقضايا المنطقة، مسهما بوعيه وخبرته في نهضة مجتمعه والمجتمعات المحيطة. حيث يعتبر نادي نور الزراعي بمثابة شيخ الأندية، والذي أنشئ مرادفا لمشروع نور الزراعي. ما يعتز به شباب المدينة في تلك المنطقة يتمثل في صور شتى، من بث النجوى للنيل والتغني بجمال الأمسيات الحالمة على رمال الأنس وقمر الحكايات المرتبطة بالصبا، والشعر الذي يبرع فيه معظم الشباب بالمدينة صاغوا الكلام حبا وهياما لأرض تحن إليها قلوبهم كلما ارتحلوا عنها، لتكون العودة إليها منتهى الآمال والأحلام. كما أن للشباب بالمدينة ارتباط وجداني بعمل الخير والنفير والندة، يلتقون عند كل ما يجمع الناس بعضهم ببعض، حيث يتميز الشباب في أحياء المدينة بالمثابرة والتواصل، يحملون هموم وآمال مناطقهم والتي بطبعها تتعلق بالنيل والأرض والإنسان. وبمثل ما يحف النيل مدينة نوري وينحني عندها بشيء من الفخر والاعتزاز، تحف الطبيعة الزراعية مساكن الناس من كل الأطراف، ليكون حسن الجوار لغة مشتركة للتفاصيل التي تكون الحياة بهذه المدينة.